نشوف بقى ايه حكاية المسابقة دي، مسابقة التراث الكنسي بأسوان. فكرة المسابقة تقوم على نشر تراث الكنيسة القبطية بين الأطفال والشباب من خلال ألحان كنيستنا الرائعة وترانيم التراث المشبعة، حيث يختار كل متسابق ترنيمة من ترانيم التراث أو أي لحن كنسي من ألحان القداس أو التسبحة. وقد اشترك في المسابقة هذا العام 120 متسابق في 3 مسابقات منفصلة، هم العزف والترانيم والألحان. وقد أقيمت التصفيات على 3 مراحل، بحيث يتم تقييم المتسابقين في نهاية كل مرحلة من خلال لجنة تحكيم متخصصة لتحديد المتأهلين للمرحلة التالية. واضح إن الموضوع ممتع جدا. أنا جوعت قوي، هما مش هيأكلونا في الطيارة دي بقى ولا إيه؟ هما اتأخروا كده ليه؟ أنا جوعت بصراحة بقى ومش قادر. لندا عصفور، أنت عارف أنت عملت إيه؟ أنت عملت مشكلة كبيرة. أنت ضحكت عليا وخلتني أجي من القاهرة لأسوان. مش أنت يا لندا صاحبي ومذيع كبير ومشهور ولازم تساعدني؟ وبعدين أنا ما ضحكتش عليك قوي يعني. أنا أصلا اتصلت بمنظمين المسابقة وعرضت عليهم إن خليك تيجي وتغطي المسابقة، وهم رحبوا جدا وكمان بعتوا لك تذاكر الطيران. يعني كمان ورطتني مع الناس وأنا مش فاهم حاجة؟ طب أنت قريت الورق بتاع المسابقة؟ بذمتك مش المسابقة تستاهل إنك تسافر وتيجي وكمان تغطيها؟ ها ها مش تستاهل؟ ها؟ دي الحاجة الوحيدة اللي أنت عملتها صح بصراحة يا عصفور. أنا لما قريت المسابقة واتفرجت على المواهب بتاعت السنين اللي فاتت عرفت قد إيه إنها مسابقة قوية جدا، والمواهب اللي فيها من الصغيرين والكبار مواهب متميزة جدا. يعني أفهم من كده إنك مش زعلان مني؟ هو بصراحة أنت عملت فيا مقلب، ما أقدرش أنكر، لكن بصراحة أنا مستمتع جدا وكمان متحمس إن أشوف المواهب اللي في المسابقة دي وكمان كل المشاهدين اللي هيتابعونا. طب يا ريت كمان بقى لو ينفع يعني تخليني أقدر أدخل المسابقة دي وأقدم فيها وتبقى حطتني على أول طريق النجاح. بص يا عصفور يا صديقي، مش معنى إني مبسوط من المسابقة ومستمتع وكل الكلام اللطيف اللي أنت قلتهولي دلوقتي يبقى معناه إني أساعدك تعمل الكارثة دي. أنا لو عملت كده الناس ذنبها إيه؟ لا ما هو أنا مش عامل كل ده وفي الآخر ما أدخلش المسابقة، حرام عليك يا لندا. أنا آسف جدا، ممكن تشوف موهبة تانية غير الترانيم وتشوف أنت شاطر في إيه وتعمله. ده أنا صوتي كروان حتى أسمع. بس 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 حرام عليك، الناس حوالينا يا ابني. بص أنا هقترح عليك اقتراح. اتفضل. إيه رأيك لو جيت وحضرت معايا التصوير ونشوف المسابقة مع بعض؟ وأقول معاهم؟ إيه هنبقى نشوف، هنبقى نشوف، ربنا يسهل. يلا بقى بينا دلوقتي علشان الناس مستنيانا. وأنا كمان هساعدك في تقديم المواهب. عارف عارف أنا أقف مستخبي كده ونقدم المواهب بطريقة جديدة. طريقة؟ طريقة إيه؟ ببساطة أنا صوتي حلو فهغني وأقول يلا بينا نسمع المواهب الجميلة اللي معانا. يلا بينا. يا عصفور يا حبيبي، احنا مش اتفقنا انك جاي تتفرج وتتبسط وتشوف مواهب اصحابنا؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ ايوه بس انا مش هعمل حاجه يعني، هتفرج بس مش هرنم يعني ولا حتى هقدم معاك البرنامج. يا عصفور يا حبيبي، خلينا نشوف مع بعض المسابقه ونستمتع بيها ونشوف انت ممكن تعمل ايه، بس خلينا بقى دلوقتي نبدا. ماشي ماشي، انا هروح اقعد بعيد وهتفرج بس، وانت بقى قدم لوحدك. باي. اهلا بكل اصحابنا اللي بيشوفونا النهارده، انا معاكم علشان نشوف ونستمتع ونسمع اجمل المواهب مع اصحابنا في مسابقه التراث الكنسي في ايبرشيه اسوان. وزي ما كل اصحابنا عارفين، مسابقه التراث الكنسي من اهم واجمل المسابقات اللي بتمتعنا بمواهب اصحابنا في الالحان والترانيم الارثوذكسيه اللي بتتميز بيها كنيستنا. يلا بينا كلنا نروح ونشوف ونسمع اولى المواهب في حلقه النهارده،
وصديقتنا انجي عاطف هتقدم لنا ترنيمة حلوة جدا، وهي ترنيمة وحدك يا يسوع. وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حد شوياك، ولا حد شوياك. مسحت لي دموعي، ضمت لي جروحي، مسحت لي دموعي، ضمت لي جروحي. حياتي وروحي سبحة في أعلى سماك، سبحة في أعلى سماك. وحدك يا يسوع وليس سواك، أحبك يا يسوع ولا حد شوياك، ولا حد شوياك. ترنيمة رائعة جدا يا إنجي، برافو عليكي. دلوقتي مع ترنيمة جميلة تانية مع صديقتنا ساندي أنور، وترنيمة كلنا بنحبها، وهي ترنيمة زي العصفور. أيوة، مين بينده عليا؟ أنت إيه يا ابني اللي جابك هنا؟ مش أنت اللي بتقول تعالى يا عصفور؟ يا ابني الترنيمة اسمها زي العصفور. آه زي العصفور، أنا افتكرتك بتنده عليا وبتقول تعالى يا عصفور. طيب على العموم أنا قاعد هناك، لو احتجت حاجة قولي. ها ها، لو احتجت حاجة قولي. شكرا. هتقولي ماشي؟ طيب اتفضل بقى. طيب انا هناك اهو. يلا بينا بقى دلوقتي نشوف بقية المواهب. تعالوا معانا يا اصحابي نشوف صديقتنا ساندي وترنيمة زي العصفور. زي العصفور نوجد بيتو، زي اليمامة فرحانة بيتك يا ربنا، حبيت بيتك حبيت بأمانة، بيتك صلاة وتهلي وشموع، بيتك محبة ونور وسلام. زي ما حبيت بيتك يا يسوع حبيتك، انت مدى الآية بيتك مليان من البركات، أمنت من كل الشياطين يوماتي فيه القداسات، تتأمى علشان القديسين. زي العصفور ما وجد بيتو، زي اليمامة الفرحانة بيتك يا ربنا، حبيت بيتك حبيت بأمانة. ترنيمة حلوة جدا يا ساندي، ترنيمة زي العصفور كلنا بنحبها وحفظناها كمان. ودلوقتي بقى تعالوا نسمع ترنيمة سنين طويلة مع صديقنا الفنان بيتر زكريا. يلا بينا بسرعة نروح ونسمع. سنين طويلة مضت والرب ما تاني بيا، وكل يوم محمول على ذروع الأبدية، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب رابطني، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب رابطني. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا بانتظار تاخدنا للأمجاد، واتملى فيك بعنيا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنيا يا يسوع يا غالي عليا. يسوع سباني بحبه
والقلب بقى فرحان وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان تبقى السما كلها ليا أعظم ما فيها فدية تبقى السما كلها ليا أعظم ما فيها فدية. ترنيمة جميلة من صاحبنا بيتر. ودلوقتي بقى تعالوا نسمع لحن سيموتي من صاحبنا ماريو جرجس. سيموتي طبعا. اللحن حلو، بس انت ايه بقى اللي جابك هنا؟ جيت اقول لك ان اللحن حلو يعني. شكرا. هو انا ينفع اقدم اخر ترنيمه في الحلقه؟ بس ممكن تقول لي بس مين اللي هيقول الترنيمه عشان مش عارف. عصفور، من فضلك ارجع اقعد مكانك، والمره اللي جايه ان شاء الله تبقى تقدم معايا. وعد؟ وعد يا سيدي. اوكي، انا هرجع مكاني. شاطر، برافو عليك. ودلوقتي بقى يا اصحابي مع آخر موهبة في حلقة النهاردة، وترنيمة الرب قريب لمورين روماني. الرب قريب لمن يدعو، ليس بعيدا ك
كما زعموا، ليس غريبا عن كل ما قاسوا، فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل، ليمسح دمعة عن كل قلب حزين. كان يجاوب سائلا والخير يصنع جائلا، وذاق الموت حاملا خزى الخطى أمام قبر باكيا، في ليلة موته جاثيا رأيته يعرق داميا من الآلام. وبكده يا أصحابي تكون خلصت أول حلقة من برنامج التراث الكنسي. استنونا في حلقات تانية جاية كتير ومواهب هنستمتع بيها مع بعض. استنونا، باي باي.